Welcome to the Day of the Dead. ايه يا جماعه عاملين ايه؟ فجأة كده دخلت اللعبه دي لقيت نفسي ده كله بيجري ورايا. نخلصهم على السريع يا جماعه. انا مش عارف عملت ايه خلى الحاجات دي تيجي يعني. عمال اعملهم سبايس على السريع كده اهوت. اصح وما تنسيش اللايكات والاشتراكات. ويلا بينا يا باشا على الفرم ده. انت عايل راح ده جامد قوي. ايه ده امسكه من ناحيتين اجلد ايه ده؟ انا اتجننت ولا يا جماعه؟ بضرب بني ادمين يا جدع. انا المهم نسيت اقول لكم يعني ان دي الحلقه الثانيه يعني. وعجبك الحلقه الثانيه؟ الحلقه الكام ما اعرفش والله. نسيت تقريبا الحلقه الثالثه. نسيت اقول لكم يا جماعه ان انتوا يعني عجبتكم اللعبه ديت. فان شاء الله كده اهوت نبدا على سلسله. احنا بدانا اساسا من قبل ما تقولوا بس احنا هنبدا ثاني طبعا. يعني في مهمات قد كده زي ما انتوا شايفين، مهمات جانبية. علامة النجمة الصغيرة دي مهمة جانبية اكيد يعني. او مش اكيد يعني، احنا اول ما نعرف. نروح لأقرب لنا اللي هي هنا دي، نشوف عايز مننا ايه. تقريبا انا فهمت منه ولا ما فهمتش اي حاجة، افتكرت المهمة ديت ان هو عايزنا نفجر عربيات كبدة. مش عارف تقريبا والله على الشرطي دوت يعني راح لهم وقالوا لنا عايز اكل، ما ادالوش ولا حاجة سندوتش ببلاش، عشان كده عايزنا نفجره. احنا نفجره طبعا ونسمع الكلام. يا اله الا الله، ما بعرفش انزل. كليك يمين عند بايظه. اعمل لك ايه؟ بص بص بص، كليك يمين عند بايظه بازي. لا وكمان عايزنا ناخد الاكل اللي هو في العربيه وناخده ندهوله، فاهم انت؟ ياكله تفس. مش عارف انا ليه بحوش الحاجات ديت ما بستخدمهاش. ابلع. واحنا واقفين هنا بنعمل ايه؟ يلا بينا. اوعى القطر. كله بيعمل شرباز وهو بينط. موت بقى موت. انطراد. هي اهم حاجه العمله اللي هي بتاعت المسلحين دي. تقريبا مسكنا سلاح تاني عشان احنا جمعنا 15 واحده. كل خمسه تقريبا بتمسك سلاح غير، فاهم انت؟ خد 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 خد. بس. I didn't know iguanas could drive. هي تشينجا تو مادري. والله الراجل ده بيتكلم كلام زي الفل. ناس بتحذف قدام عايزه فعلا الناس عايزه. يا جماعه لو حدش جرب اللعبه دي يا ريت يجربها، علشان اللعبه ديت يعني ممتعه نوعا ما، عامله زي جتا بالظبط يعني. وصلنا يا باشا. بس طبعا نعمل ازاي؟ كامل كده الاول يا عم الماوس. لا اله الا الله. عمركم شفتوا الماوس بتاعي دهوت المفروض الشمال هي اللي تبوظ علشان هي اكتر ضغطه ليها؟ لا اليمين هي بقى اللي بتبوظ. يميني وشمالي. انا بقول ايه؟ الكليكيتات يا جماعه، الكليكيتات. الله 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 الله. احنا هنخش نعمل دفعه لواحد كده. بسم الله الرحمن الرحيم. دم تفى يا جماعه. الموسيقى دي اللي هتجيب لكم كوبيرات النهارده. طبعا يا جماعه المهمتين دول كانوا تسليك كده بس على السريع، علشان المهمه الاساسيه اللي علامه ال هو بيعمل كده ليه؟ يلا بينا. وبيضحك علي انا مش فاهم هو بيقول نكت. years later. بقول لك ايه، ما هو تاكسي هو غلبان وما هو اللي يودينا. تعرف تودينا تاكسي؟ يعرف يودينا. ودينا هنا. يلا بينا يا باشا عشان نفهم القصه. افهم وافهمكم يا جماعه. سواء اظن والله اعلم المهمه دي انا افتكرتها. انا ما بنساش حاجه. يعني جت المصريه وهنا برضه هتلاقيني فاكر كل المهمات تقريبا. المهمه دي تقريبا عايزين نسرق شاحنات. ايوه سبايسي. ادي اول واحده. Cool. Let's get this truck back to the pickup point. لازم نخرجهم لبره. تمام. لا اله الا الله.
سبايسي موف سبايسي واحد من ثلاثة نسيف هنا بس معلش كده عشان ما نصرخش سبايسي موف سبايسي السلاح ده بيحسسني ان انا احول مش عارف ايه سبايسي موف سبايسي اعملهم طبعا يعني الاغنية الهندية ديت وبرايتايا ايه ده انا مسكت السلاح من ناحيتين السلاح ده جامد هو اساسا يعني اللي ظاهر فيه بالبداية وحطوا معلش اغنية كده يعني حلوة شوية علشان ما ناخدش كوبرايت بسرعة 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 روب سبايسي طبعا يعني سيف يلا يا بينا يا باشا على اخر مهم ايه على اخر عربية قول بس يا رب هنا في هنا دم ولا حاجة انا هرازر اقتحم ايه المليات دبابات يا باشا بقدرة خدت دم اجلد سبايسي موف ايوه يا عم على السبايسي زمان ده بيحذف قنبله اجلد ضرب تحت مالناش دعوه اجلد سيف طبعا اكيد دي بتعمل ايه بس ادوس عليها كده انا فهم هو في ده مكمبر 2000 years later سبايسي مو بس يا حاج واحدة سيف كده على السريع تقريبا والله اعلم هنخش مش عارف هنعمل ايه بس احنا هنخش نعمل حاجة كده بدأت افتكر يا جماعة شكل اللعبة ديت شكل المهمة ديت عايزيننا نروح نفرقع في الهلبقة دي كلها لا الناس مكمبرة تحت بس كده Ram, when will this ever stop? Okay, Tommy, I'm flying. Yeah, bro. قدامنا القليل من الثواني احنا هنعمل حركة ذكية يعني نوعا ما اقفز رجل الضحك وليه الجولة 144 في الكاتسين وبس كده يا جماعة يعتبر خلصنا الحلقة ديت عجبك يا جماعة السلسلة دي وعايزين ننزل عليها باستمرار كده ايه ورقات المصرية على طول يعني يا ريت يعني لايكات واشتراكات واهم حاجة الاشتراكات واللايكات يلا نشوفكم مع الحلقة على افرف الماشي ايه ده؟ ده بكر راشد من قبل ما سيد